أخواتي وإخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله راني في واحد السعادة ما تتصوروهاش، الحمد لله يا ربي الحمد لله. الحاجة اللي فرحتني أننا يعني ذوك المسيرات وذوك الخرجات تاع الشعب ما راحوش باطل، ولكن جابوا نتيجة، ونتيجة روعة رائعة رائعة رائعة. أخيرا ما كانش عهدة خامسة، أخيرا بدات بوادر يعني الخير تبان على البلاد تاعنا. الحمد لله يا ربي ما صراتش فيها يعني اشياء اللي كنا متخوفين منها. الحمد لله يا ربي اللي وليداتنا ان شاء الله غادي يرجعوا للمدارس تاعهم بكل فرح. الحمد لله اللي ما مشيناش بعيد، والحمد لله اللي العديان تاعنا ما استشفاوش فينا. يا ربي الحمد، نحمدوك ونشكروك قسما بالله. يعني انا نهضر فيها وراني متأثرة، واحد التأثر ما تتصوروش. وراني عارفة بلي كل واحدة فيكم، كل واحد فيكم راه في نفس يعني نفس الإحساس، عندها نفس الإحساس. علاش؟ باسكو هاد البلاد نبغوها، هاد البلاد عزيزة علينا، عزيزة علينا بزاف بزاف، وغالية علينا. هذاك الإعلام غالي علينا، شهداء اللي ماتوا غاليين علينا، أرضنا هذيك الطيبة غالية علينا. والحمد لله يا ربي، أنا كي تسمحت يعني كنت في المطبخ تاعي، كنت ندير في العشاء قسما بالله، سمحت في كل شيء ورحت كي سمحت. شوفوا والله العظيم كون صبدوك نزغرت، نخرج الزغاريت يعني تتعالى في كل بيت، في كل بيت. علاش؟ خاطر انتصر الشعب، انتصر الشعب، انتصر اليوم الشعب، انتصر 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 الحمد لله يا ربي. هذيك الخرجه نتاعها تاع 22 واول مارس و8 مارس، الفحلات اللي خرجوا 8 مارس ما خرجوش باطل، جابوا جبنا 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 حقنا، ومازال قدام، مازال قدام ان شاء الله يا ربي. هذا البلاد واللي ورده طلبوا معنا ربي، يا ربي ان شاء الله يا ربي هذا البلاد تتسقم، الحوثه لا تروع علينا، الفساد يروح ما يبقاش، الناس الفاسدين ما يقعدوش في البلاد. يا رب يا رب يا رب، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ وليداتنا، اللهم احفظ ارضنا الطيبه ان شاء الله يا رب. اللي ماتوا عليها هذوك الشهداء ما ماتوش باطل، ونعاودوها ونقولوا هذه الارض غاليه ان شاء الله يا ربي، نسمعوا غير الخير عليها، وان شاء الله بلادنا تولي ورده ورده كما كانت زمان واكثر. هذا وين اليوم؟ يوم يعني تاريخي، اليوم تاريخي، 57 سنة، 57 سنة يعني من 62 ما شافتش البلاد انفراج وفرحة كيما اليوم. اليوم تجدد، وبسبب يعني وبفضل الفضل الفضل خاصة الشباب، هذاك الشباب اللي لازم هو درك يعرف كيفاش يتصرف، ما نعاودوش نطيحوا في نفس الغلطات. كل واحد منا لازم المراقبة، لازم المراقبة، لازم نوقفوا، لازم ولازم وليداتنا نعطوهم درس. الحمد لله يا ربي، كون نقول لكم بلك يمكن هما عطاو درس للعالم في الوطنية. الحمد لله يا ربي، إن شاء الله ينجح كل طفل، كل تلميذ، كل كبير، كل صغير، الله يشافي كل مريض. وإن شاء الله يا ربي الله يفرحنا بهذه البلاد، وإن شاء الله نفرحوا دائما. ونقول لكم بصحتنا، بصحتنا هذا هذه الحرية الجديدة، أنا نسميها حرية جديدة، استقلال جديد. الحمد لله يا ربي، وإن شاء الله يا ربي مزيد من التألق لبلادنا إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه. ونعود نقول لكم بصحتنا بصحتنا بصحتنا.